35 عارضا من فرقة الباليه الملكي القومي الجورجية يتألقون على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في مجموعة من التبلوهات الفلكلورية الراقصة التي تأخذ الجمهور في رحلة إلى عصور جورجيا القديمة لتبرز طابعها الفريد من خلال توليفة من العناصر الفنية كالملابس والإضاءة وغيرها. الرقص الجورجي يحتفي بالحياة الثقافية المتنوعة، حيث تصور كل رقصة خصائص الإقليم الذي نشأت فيه. رقصة النبلاء ورقصة المحاربين والمبارزة والرقصة الأخيرة كانت ضمن أبرز الرقصات التي قدمتها الفرقة، والتي لقيت استحسان الجمهور الذي تحرص الفرقة على تقديم فنها إليه. هذه المرة الثالثة التي نزور فيها مصر، واليوم نقدم العروض على المسرح للجمهور المصري الذي يقدر هذا الفن، وخصوصا أنه شعب له تاريخ ثقافي عريق. وقدمت الفرقة عروضها على أشهر المسارح العالمية في 80 دولة على مدار ما يقرب من 30 عاما، وصلت خلالها إلى ملايين الجماهير. تأتي استضافة دار الأوبرا المصرية لهذه العروض في إطار الدور التنويري الذي تعمل من خلاله على تقديم مختلف الفنون والتي تسهم في تشكيل الذوق العام. أحمد مصطفى الغد، القاهرة.